ننشرنا السلام، هيا هرعنا بشرنا المسيح قام. هاليلويا حقا حقا قام، هاليلويا قام الحي الجبار رب القوات والنبي المختار. المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع بنعمتك ومراحمك الغزيرة أن نمجد قيامتك بقلب نقي ونحتفل بانتصارك على وقع نغم مقدس ونحدث عن قدرتك بلسان طاهر، فنشكر محبتك ونسجد لك هاتفين. المسيح قام حقا قام، لك المجد وليابيك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. التسبيح والمجد والإكرام إلى الحي الذي لا يموت، الذي أحيا براياه بصلبه وخلص بيعته بقيامته وفرح رعيته بنهوده وسيفرح ميراثه بدوره.
الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. إياك نعبد وإياك نحمد أيها الابن الوحيد، يا من نزلت إلى ظلمة القبور فأتيت في مثوى الأموات عجبا، عتقت الأسرى بقيامتك، أيقظت بصوتك الأبرار والصديقين الراقدين في سبات الموت، وجمعت الشعوب يعبدونك ويكرزون بخلاصك مهللين هاتفين. أمس الأول صلب الملك وعانى الآلام، واليوم تحقق الظفر بقيامته. أمس الأول فتح الرمح جنبه، واليوم فتح العماد بحنانه. أمس الأول كلل بالشوق، واليوم زين بيعته بإكليل البهاء. اليوم يوم البهجة بالقيامة، اليوم يوم الفرحة لجميع الراقدين على رجاء القيامة. اليوم تعيد البيعة ويرتل أبناؤها المجد على عطر البخور قائلين: كما خلصتنا بآلامك يا صانع الحياة وأحييتنا بقيامتك، جدد بنعمتك رسمنا، ألبس أجسادنا قوة الروح فنتلألأ بالحلة المجيدة ونراك في النور أيها العريس الحق. وبنعمتك أهلنا وجميع الموتى المؤمنين لملكوتك السماوي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. من عذراك
نشكرك يا حمل الله الذي ذبح عنا، ونسجد لك يا بخور الغفران الذي قربنا إليه فأغنانا بميلاده ونقانا بعماده وقدسنا بصلبه وأصلح بيننا وبين الآب بقيامته ورفعنا بصعوده وزيننا بمواهب روحه. تقبل يا ربنا بخورنا وانفحنا بطيبك العذب كل حين، فتفيض ألسنتنا بشكرك الآن وإلى الأبد. الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. رسالة إلى العبرانيين. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس الذي بشر أربعة أقطار العالم، فليكن سورا لهذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، صلوا من أجلنا، فإننا واثقون أن ضميرنا صالح، ونحن نريد أن نسلك مسلكا حسنا في كل شيء، وأطلب إليكم بإلحاح أن تفعلوا ذلك حتى يردنا الله إليكم سريعاً. وإله السلام الذي أصعد من بين الأموات ربنا يسوع، راعي الخراف العظيم بدم عهد أبدي، وهو يجعلكم كاملين في كل صلاح لتعملوا بمشيئته، وهو يعمل فينا ما هو مرضي في عينيه بيسوع المسيح، له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. وأناشدكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلام التشجيع، فإني كتبت إليكم بإيجاز،
اعملوا اعلموا أن أخانا طيمطاوس قد أخري سبيله، فإن أسرع في مجيئه سأذهب معه وأراكم. سلموا على جميع مدبريكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الأخوة الذين في إيطاليا. النعمة معكم أجمعين، والتسبيح لله دائما. صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: ظهر يسوع لتلاميذه مرة أخرى على بحيرة طبرية، وهكذا ظهر كان سمعان بطرس وتوما الملقب بالتوأم ونتنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدة وتلميذان آخران من تلاميذ يسوع، مجتمعين معا قال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب أصطاد سمكا. قالوا له: ونحن أيضا نأتي معك. فخرجوا وركبوا السفينة، فما أصابوا في تلك الليلة شيئا. ولما طلع الفجر وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يعلموا أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا فتيان، أما عندكم شيء يؤكل؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة تجدوا. وألقوها فما قدروا على اجتذابها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: إنه الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب ائتزر بثوبه، لأنه كان عريانا، وألقى بنفسه في البحيرة. أما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة وهم يسحبون الشبكة المملوءة سمكا، وما كانوا بعيدين عن البر إلا نحو 200 ذراع. ولما نزلوا إلى البر رأوا جمرا وسمكا على الجمر وخبزا،
فقال لهم يسوع: هاتوا من السمك الذي أصبتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى السفينة وجذب الشبكة إلى البر وهي مملوءة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتمزق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يجرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت، لأنهم علموا أنه الرب. وتقدم يسوع وأخذ الخبز وناولهم، ثم فعل كذلك بالسمك. هذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع للتلاميذ بعد أن قام من بين الأموات. حقا والأمان لجميعكم. إخوتي الأحباء، بهالأحد الرابع من زمن القيامة نودع وجهين عزيزين تاريخيين من وجوه لبنان والأردن والمنطقة وحتى العالم، إذا ما كنت عبضخم بكلامي، لأنه الكنيسة المارونية لم تعد كنيسة شرق أوسطية فقط، لكنها أصبحت كنيسة في العالم كله كما كل الكنائس. بعد الترحيب فيكم جميعا فردا فردا، ألقي عليكم ثغرات روحية ووجدانية في هذا المساء. رحل المطران رولون بوجودي، 44 سنة أسقفا في الكنيسة المارونية، وحتى لا يترك وحيدا ذهب البطريرك، ذهب البطريرك سفير رفيق عمره معه، حتى كما أنهم كانوا على الأرض سويا لكي يستمروا في السماء سويا. أبتي الجليل، إخوتي الأحباء، وجوه ترحل وبتترك لنا المسؤولية والمشعل، كما هي رافقت رجال عظام نحن رافقناها من قريب ومن بعيد، واخذنا منها ما يجب ان ناخذه من حب الكنيسه وحب الوطن ومن مناقبيه الحياه ووجدانيه الوجود. يسوع أيضا أعطى رسله وتلاميذه والناس المشعل، بيعرف شو بحاجة لإله هالناس، ولكن بيسأل
حتى بسؤاله يوعي الإنسان اللي عم يطلب لطلبه ويكون مستحق هالطلب، ووقت يعطيه الرب يسوع يقدر يستفيد ويغتني من العطاء العطاء يسوع. عطاهن لرسله انه ياكلوا على بحيرة طبرية بعد حدث القيامة. كانوا كل الليل عم يصطادوا ليجربوا يجمعوا السمك وما قدروا يصطادوا شيء، ولكن بكلمة منه ألقوا الشبكة عن اليمين، ألقوا فاصطادوا سمكا كثيرا، سمك قد سكان العالم كله، سمك هو هن الناس اللي بدنا نوصل لهم الرسالة وبدنا نصطادهم ليسوع المسيح. هيدي كانت غايته ليسوع، وهيدي رسالة أعطاها لرسله من بعد ما هو بده يترك الأرض ويضل حاضر روحيا على الأرض. وبذات الوقت هو اللي عم ياخد منهم السمك كان محضر كمان، في تبادل، القليل الاثنين إن كان عم يحضر السمك أو طلب منهم يرمس الشبكة عن يمين، اثنيناتهم فعل يسوع، تحضير السمك واصطياد السمك. من هون ما منقدر نعمل شيء إلا بهدي يسوع المسيح، إلا بكلام من يسوع المسيح، إلا لخضوع إرادتنا مع إرادة يسوع المسيح منعمل العجائب. وهو قال اللي بيكونوا إخوتي وأبناء الآب سيعملون أعمالاً أعظم من التي عملتها. نعم، وهون ما بدي أنسى إنه كيف مار بطرس شعر بضعفه، شعر بالخجل، ورقد نزل بالمي واتجه صوب يسوع، ورجع من بعد ما وصلوا بالسفينة وعم يسحبوا السمك شال وأخذ وسحب السمك معه ساعده. اليوم بهالليلة نحن شو الرسالة اللي بدنا ناخدها؟ إذا بدي أحكي كتير ما بخلص، رح جرب قد ما فيي قلل كلامي ووصل اللي لازم يوصل، لأنه اللي عايش بقلب الحدث ما بيقدر يختصر بالكلام، لأنه العاطفة بتسبقه. البطرك مار نصر الله بطرس الصفير عاش ببكركي بالصرح البطرياركي وقت طويل، غير انه ارتسم اسقف بسنة 1961 كان ايضا امين سر البطرياركية هو وقت كان كاهن. اجا دغري باول كهنوته تقريبا خدم برعيته ريفون، وبعدين عين أمين سر البطريركية، وكان بأيام مثلث الرحمات البطريرك مار بولس بطرس المعوشي، هو رسمه أسقف وضل نايبه ببكركي نايب البطريركي العام، وهو كان يعمل كل الرسائل وكل بيانات المطارنة وكل الرقيم البطريركي. وبعد ما توفى مثلث الرحمات مار بولس بطرس المعوشي انتخب البطريرك مار أنطونيوس بطرس خريش، وضل هو نائب البطريركي العام،
وارتسم بهالوقت المطران رولون بوجودي. صرنا بسنة 1975 قبل الحرب اللبنانية، معلش كان عمري 13 سنة، ما تواخذوني. فإذا بهالوقت هذا المطران رولون بوجودي أصبح نائبا بطرياركيا مع وضل مع البطرك صفير الله يرحمه كمان هلأ، واثنيناتهم ضلوا نواب بطرياركيين مدة 11 سنة. سنة 1986 قدم البطرك خريش استقالته وانتخب البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بطرياركا في أوقات محرجة. هون كنا قلطنا الحرب 75 وكنا قلطنا الاجتياح الإسرائيلي 82، وبقي البطريرك صفير بطرياركا 25 سنة بأحلك الظروف وأشدها. وكان كمان وجود السياسة المارونية بخطر، وكل من يحملون لواء لبنان بالمنفى وفي السجن. وبقي البطريرك صفير كما كل البطاركة الرجل الكنسي والرجل الوطني، وعانى معاناه من الشتم والإهانة والتحقير، ولكن ضل صامد صامد وصامت، يتكلم القليل ويعمل الكثير. وكان المطران رولون بوجودي المفكر والعالم والتربوي والعامل، أخذ كتير مهمات المطران بوجودي، ومنها وأهم بعصرنا الحالي المهام الإعلامي. كان أول أسقف يهتم بالإعلام ويؤسس المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان، وكان بوقتها كمان عم تبلش صوت المحبة وتلالي مير. ولأنه إنسان منفتح ومفكر ومتطور أسندت إليه رئاسة تلالي المير أو رئاسة إدارة محطة تلالي المير، واشتغل مع ناس كتير وطور هالمحطة هيدي، ووصلها بمساعدة الخيرين والمتمولين والإداريين والمفكرين والإعلاميين وأيضا العاملين إلى كل أصقاع العالم. مش بس وصلت لكل أصقاع العالم، أيضا تنوعت. عندنا تلالي مير مريم، عندنا تلالي مير المرأة، عندنا تلالي مير الشباب، عندنا نور سات، عندنا كمان نور سات الأردن والأراضي المقدسة. صار عندنا أنواع وأنواع من البث الحي والبث الإعلامي والبث المسيحي. وهوني مثل ما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني، جبل طابور والتبشير اليوم يكون من خلال الإعلام. وقال أيضا أكثر من هيك، أنتم أيها الإعلاميون أنبياء القرن 21. بدها محطات ومحطات لنفسرها، ولكن جملة بتكفي. مشان هيك بفكره عيش انه لازم توصل البشارة لكل شخص، ولازم يسوع المسيح يفوت كل البيوت وكل القلوب وكل العقول.
هذا هو المطران رولون بوجودي باختصار، رفيق درب البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير، اللي عاش اللي ولد ما قبل الاستقلال واللي عاصر الاستقلال وعاش مع بطريركيين المعوشي وخريش. فإذا حامل بطياته بقلبه كل المشعل لقيادة المسيرة، هو اللي كان بالظلم حسب ما قال الإعلام لا يطلب شيء لأجله، من بعد ما كان في مطرانين عزيزين للوصول إلى البطريركية إلى سدة البطريركية وجد المطران صفير حتى يحل المشكل ويوصل يحمل المشعل. نحن اليوم وباختصار إن كان بالأردن أو بلبنان مدعوين كل إنسان، أنا بقول له للإنسان إذا جاي فقط لتاكل وتشرب وتنام ما بتحرز، إذا جاي لأنه عندك قضية تحرز كتير ولو عشت تحت الأرض. اليوم الرسالة المسيحية تتطلب مناقبية روحية أخلاقية وتتطلب مناقبية وطنية أيضا، لا يفترقان. إذا واحد حب لبنان من أجل قضية لبنان ونشر الرسالة في العالم كله هذا شيء جيد، لأنه لبنان بيعطي رمز التنوع والوحدة في التنوع، في الوحدة في أنه كل واحد يضل بما هو عليه ويتحد مع الآخر. وبعتقد المملكة الأردنية الهاشمية عندها ذات الدعوة وذات الرسالة، مشان هيك التقى البطريرك صفير بجلالة الملك حسين، مشان هيك اثنيناتهم قرروا أن تكون الرسالة المارونية على هالموقع بهالجبل، وأرادوا اثنيناتهم أنه يكون في حضور ماروني للوحدة ولتبادل التراث والثقافة. نحن منذكره لسيدنا البطرك صفير لأنه زار هالموقع ودشن هالكنيسة وكانت فرحته كتير كبيرة. العلاقة ما بين البطريركية المارونية والمملكة الأردنية الهاشمية وبالأخص العائلة الهاشمية تعود إلى سنين وسنين من أيام العثمانيين، منا جديدة. ودايما أنا بسمع أخبار إنه جلالة الملك حسين كان دايما باتصال مباشر مع البطرك الماروني، وبعد في حدث واحد بدوني إلكن إياه وأنتم بتعرفوه، إنه وقت إجا البابا بولس السادس على الأردن والأراضي المقدسة خصص له، هيدي حادثة صغيرة، خصص له الملك حسين سيارة لتنقله من الأردن للأراضي المقدسة، وفي وقت انتهاء الزيارة دق الباب، هي أحد أقرباء البطرك المعوشي خبرني إياها، دق الباب على مقر وجود البطرك المعوشي وقال له يا صديقي ما في غيرك تطلع له هالسيارة لأنه مش رح لاقي صديق عزيز على قلبي تضل السيارة معه اللي طلع فيها قداسة البابا بولس السادس. فإذا إخوتي نحن عم نحكي تاريخ، عم نحكي علاقات، عم نحكي استراتيجية، عم نحكي عاطفة عميقة، ما عم نحكي قضية
وجود شخصين أو ثلاثة ولا قضية إذا بتمشي الرسالة أو ما بتمشي. أنا بدي أقول لإلكم المطران بجودة بيطلب منا من عليائه إنه نضل مهتمين بالإعلام والإعلان المسيحي. والبطرك سفير مثلث الرحمات أيضا بيطلب منا إنه نضل أمينين لهالرسالة بالأردن ونعززها ونطورها، لأنه منطقة الشرق الأوسط بحاجة لتعايش الأديان، لتعايش الثقافات، للقاء الثقافات، حتى يتطور الإنسان ورسالة يسوع المسيح على بحيرة طبرية تتكفى من خلالنا ويضل عنا رجال ونساء عظام. ربنا يكون معكم، والله يرحم المطران رولون بوجودي اللي كان أيضا بإكليركية غزير ورافقني، وكان كمان مدبر لأبرشيتنا صيدا المارونية لفترة. والله يرحم البطريرك سفير اللي وقت كنت بالإكليركية أول سنة نصب بطرك، واللي رافقته ورافقني حتى روما، وكان إلي حضور معه عدة مرات. الله يرحمهم اتنيناتهم ويكون تكون نفوسهم بالسماء ومن فوق عم يصلوا لنا ويتشفعوا فينا. نؤمن بإله واحد. آمين. عبد الكل. آمين. السماء والأرض. آمين. آمين. واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله حق مولود غير مخلوق ساوي الآب الجوهر الذي به كان كل شيء الذي نجينا البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأحياء والرسل وبكنيسة واحدة ونعترف المعمودية واحدة في مغفرة الخطايا ونترجى قيامة المنطقة. اتلو مدبحي ضلو ولو طلو دم حادي طليو ويمكسو بطيب وضو اعول البيت ويزبود بايتلو اتقو حلتك مريو تبارك وبسديك وتفقى لفريق صلى علي بيت المرار أروه طبيب ترقل لترحى قرابين الأولين
بل ما حمل إليك أبناؤك من قرابي حبا لك ولاسمك القدوس، أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومار مارون، ومار شربل، ونعمت اللحرديني، والقديسة رفقة. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، مثلث الرحمات، البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ومثلث الرحمات المطران رولون أبو جودي. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب إله الآب، الحب الحقيقي والأمان الذي لا يغلب والرجاء الذي لا يخيب، امنح ابناك القائمين أمامك حبا وعزوبة وسلاما دائما، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بالقلب النقي ونفس طاهرة بقبلة مقدسة تليق باسمك القدوس، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبت الجليل، السلام لك يا شدياق البيع، السلام لكم يا خدام الروح القدوس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في المسيح. فارسل إلينا من أعالي مقادسك نعمة وبركة مجيدة، فنمجدك وابنك الوحيد
وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا من أرسلت في ملء الزمان ابنك الحبيب لخلاصنا فسلمنا هذه الأسرار المقدسة المحيية، لا تجعلنا غرباء عن هذه الخدمة، ولا ترد وجهك عنا لكثرة خطايانا، فإنك وحدك القدوس مع ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد والشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه يحق الواجب. بك يليق التسبيح يا رب السماويين والأرضيين، وإياك يمدح العلويون والسماوات التي فيها يقيمون، ولك يهلل الناريون، وإياك يبارك الكاروبين ويقدس السارفين هاتفين وقائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي إلى فحين تأكلون هذا الجسد
وتشربون هذا الدم بموت تبشرون حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا ولتشمل مراحمك كلنا. فيما نذكر تدبيرك الخلاص أيها المسيح إلهنا نبتهل إلى جودك حين تأتي في المجد مع ملائكتك القديسين وينتظر كل إنسان الجزاء الذي يستحق وتقيم الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار. لا نكن يا رب غرباء عن بيتك ولا تشح بوجهك عنا ولا تخطر زلاتنا وخطايانا على قلبك القدوس ولا تطرحنا من أمامك. نحن الذين عرفنا اسمك القدوس وجاهرنا بالشهادة لألوهيتك بل عاملنا بحسب وعودك. واغفر ذنوبنا وسامحنا وارحم ميراثك فها إن بيعتك التائبة تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطاء فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجبنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فينال المشتركون في هذه الأسرار قداسة النفوس ولذات ونقاوة القلوب وطهارة الأفكار وعربونا للملكوت السماوي والحياة الجديدة إلى الأبى. نذكر يا رب في وقت الذبيحة هذا كل الكنائس المقدسة ورعاتها المستقيمي الرأي لا سيما ماري فرانسيس بابا روما وماري بشارة بطرس الراعي بطرياركنا الإنطاقي ومار موسى مطراننا وسائر الأساقفة. ونذكر معهم الكهنة والشمامسة وسائر خدام بيتك نسألك يا رب. من أجل أماني وثبات العالم كله ومن أجل بركة السنة وخصب الأثمار ومن أجل المرضى والمتضايقين ومن أجل جميع الداعين في البحر واليبس والجو اسمك القدوس المعترفين أنك أنت الإله الحق نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب جميع الذين قربوا اليوم القربان على هذا المذبح والذين شاءوا أن يقربوا وما استطاعوا هب يا رب كلا منهم وفق نيته نسألك يا رب. يا رب ارحم. نذكر جميع القديسين الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ووالدة الله مريم ومار مارون ومار شربل وجميع الأبرار والصديقين
أهلنا بصلواتهم للقيام معهم، نسألك يا رب. يا رب ارحمنا. اذكر يا رب نعمتك الذين انفصلوا عنا وانتقلوا إليك، وقد اعتمدوا وختموا برسمك، وتناولوا جسد ابنك ودمه السمين منذ التلمذة المسيحية الأولى حتى يومنا، فهم ينتظرونك ويتوقعون رجاءك الوحيد. أقمهم في يومك الأخير واغفر برحمتك خطاياهم، لأنه لا يمكن أن يوجد على الأرض بريء من الخطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحمة وغفران خطايانا وخطاياهم. أرحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اختلفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب طلباتنا بمراحمك بخورا، فنقرب بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. اللهم الآب قابل الصلوات مستجيب الطلبات، يا من علمتنا بابنك الحبيب أن نقوم أمامك عاطنا أن نهتف إليك بنفس طاهرة وضمير نقي ونصلي قائلين: نجينا يا رب من كل التجارب ومن أذى الشرير، لأنك أنت القادر على كل شيء، وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب المنحنين أمامك بنعمتك ومراحمك الوافرة، وأهلنا للاشتراك في أسرارك المحية والاختلاط بجموع قديسيك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. آمين.
ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. إله واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارى اسم الرب لأنه واحد في السماء والأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. والتسابيح لك نقدم
من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا، يا محبا للبشر ارحمنا. ارحمنا يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر. ربي جسدك مكان حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. قال الرب أنا الكرمى، أنتم أغصان الكرمى، كالأغصان تأتوا بثمار جمة. ربي جسدك مكان حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يتوي منهما. كالعائم في الصحراء لنا أن نرد جميل جودك علينا اللهم الآب من أجل الخلاص الذي وهبتنا، ومن يسع أن يؤدي المجد الواجب لك، فإن على ضعفنا وبقدر استطاعتنا نسجد لك ونسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. نشكرك يا يسوع المسيح إلهنا، ولك نسجد وإياك نسبح ضارعين إلى جودك ومراحمك الكثيرة من أجل خلاص العالم كله، ومن أجل حفظ الأحياء وراحة الموتى، ومن أجل إشباع الجائعين وسد عوز المحتاجين، ومن أجل افتقاد المرضى وتعزية المحزونين. بنعمتك افتقدهم وبمراحمك الكثيرة أحيهم. بارك شعبك واحفظ بصليبك ميراثك، لأنه لك يجب السجود، ولأبيك وروحك القدوس والصانع الحياة الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. مجددا رح بعد البركة النهائية نقدم التعازي لبعضنا البعض في صالون الكنيسة، وبشكر كل الموجودين من رهبات وتل المياه وكل الأحبة. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها مسبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. شبح المريوك الخنعامي نفحة يعطي العزي عن أرواح موتانا للجوم منك يا ربي عنهم ردوانا. بالخبز الحي ابتدوا والشاذ دنيا الشقا، المجد الآتي بدوا فيما زرجا. ما أشهى موت الأبرار أسرار ما أغنى.
الحكم غامض من في البر مرتاح غنى الشكر وارتاح في غمض الالوان حيورا في عين اسحاق لفى امرا مبكيا بالاكفان والبعث زر صار من اولى جاري موسى غرست النار والله شورو تهوي لندن بارخت وبارخ مور فرق بانت في البعد يغنيها كنز البعد يحيوها موج ينمي والكنز ينمي أنت الفلك يا مريم يسوع الكنز الأعظم منه أشطعت المعمر حياة العنيد مهايمني ولخمر شبحو بارخمور نحيي ذكرى الأنبياء والرسل والصديقين والأبطال الشهداء بخري الظفيرين اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة والموتى بالقديس اجمع الراحة الدائمة أعطهما يا رب فلتسترح نفسيهما بسلام. السلام لجميعكم. لنصلي الأبان والسلام لراحة نفسي من انتقلا من بيننا. أبانا الذي في السماوات للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن